يحظى العسل العماني الطبيعي بشهرة واسعة بين المستهلكين، مما جعل سوقه يشهد إقبالا كبيرا من مختلف شرائح المجتمع. سالم أحد مربي النحل في محافظة ظفار وجد من السهول الخضراء مكانا آمنا للحفاظ على قوة خلايا النحل في موسم الخريف. انتقل النحال من الجبال إلى السهل للمحافظة على الخلايا، نحافظ على الخلية نفسها يعني على قوتها لكي لا نخسر نحلنا. إذا خلينا الآن مناحلنا في الجبال نخسر تقريبا يعني نص الخلية نخسرها في الأمطار. نخلي طبعا الخلايا إذا نزلناها تقريبا من في بداية شهر 6 من الجبال إلى السهل، أن نقوي النحل هنا في هذه المزارع يعني في هذا السهل من نهاية 6 تقريبا إلى نهاية 8، بحيث نقوي نحلنا ونجهزه بكامل يعني تجهيزاته لموسم الربيع. تحتاج تربية النحل إلى عناية واهتمام وتوفير البيئة المثالية للنحل، فكما قيل: من كان يعلم أن الشهد مطلبه فلا يخاف للطق النحل من ألم. الملكة هي لها الدور الأكبر، وهي الأم، وهي التي تبيض، وهي التي تحرك الشغالات لأداء مهام جمع الحبوب اللقاح وجمع الرحيق من الأزهار، بينما الذكور مهمتهم فقط هي تلقيح الملكة. عندما تتفتح الأزهار تسلك النحل طريقها بحثا عن رحيق الأزهار. يعتمد النحل إذا حصل المرعى إلى بعد تقريبا 5 كيلو 6 كيلو يري، حتى يمشي إلى 5 كيلو إلى 6 كيلو، بحيث أنه بعض الأحيان يعني السنة الماضية عندنا صارت في فترة لمدة أسبوع تقريبا ماشي أمطار، النحل يسرح إلى الجبل يجيب لنا الحبوب اللقاح ويوصل إلى هذه الخلايا من السهل. تعتمد كمية محصول جني العسل في فصل الربيع الصرف على المراعي وتوفر رحيق الأزهار الموجودة معنا هنا. عسل السدر وعسل السمغ العربي وعسل اللبان أفضل الأنواع، أنا أشوفها شخصيا أعتبر عسل اللبان من أفضل أنواع العسل، بحيث أنه اللبان يعني إذا تحطه في ماء وتشربه له عدة فوائد في صحة الجسم، يعني ما بالك يجيك عسل من شجرة اللبان نفسها. المدخنة أنت توهم الخلية أنه هناك حريق، وتستنفر الخلية لجل يعني تأكل العسل مالها عشان أنها تهاجر من الخلية، وأنت بالمدخنة يعني تقلل من اللسع، من يعني النحل ما عاد يهاجمك بشراسة مثل قبل. ايوه، الفروة هي عبارة عن حشرة تهاجم الخلية، وهي تسمى بآفة النحل. هذه هي الفروة، ونعالج الخلية نعالج الخلايا من هذه الفروة من هذه الحشرات بأشرطة مخصصة للقضاء على هذه الحشرات.